سعداء باستضافتكم هنايا في لاتو صباحيه دوزام. دائما سعداء اننا ندخلوا عليكم في البيوت ديالكم وفين ما كنتوا باش نناقشوا معكم مواضيع اليوم من صباحيات دوزام. اليوم معنا لالا ماريا بن جلون، غادي تخصص فقرتها ديال صحي ولذيذ للوبيا الخضراء. نشوفوا شنو ممكن نديروا باللوبيا الخضراء دائما في اطار الصحي واللذيذ. معنا اليوم كذلك السيد هشام موحى اللي جانا من مدينه تارودانت، غادي يلتحق بنا باش يعرفنا على تعاونيته المختصه في منتوجات التوم دائما في اطار حنه اليد. معنا روبورتاج اللي غادي نسلطوا فيه الضوء على تقنيه حديثه لعلاج تقطع وتر الكتف مع بروفيسور ياسر اندلسي. كوتش ياسين غادي يلتحق بنا حتى هو، غادي يقدم لنا تمارين رياضيه لتقويه العضلات والتخلص من الترهلات بدون معدات خاصه ومعينه. واخيرا ناديه مزيان متوكله، الدكتوره ديالنا الاخصائيه في امراض الولاده والنساء، غادي نتعرفوا معها على حقيقه اختيار جنس المولود بين ما هو علمي حقيقة والخيال الكل بعد فقرة بيني وبينك. والدكتورة لبنى بوحولي، مرحبا بكم معنا صباحية اليوم. عرفتي دكتورة نادية مزيان متوكل، متشوقة نناقش معك هذا الموضوع هذا، خصوصا انك قلتي لي باش اختارينا هذا الموضوع، كنت قلتي لي راه السيدات بحال اللي كثروا عليك شي شويه ولاو تيجيو تيقول لك لا بغيت ولد ولا بغيت بنت. دونك غادي نرجعوا نناقشوا هذا الموضوع من بعد ما نناقشوا موضوع بيني وبينك مع الدكتورة لبنى بوحاولي. اهلا بك دكتورة. اهلا وسهلا. اليوم غادي نتكلموا على المراهقة، سن حرج جدا تعني منه المراهقين المعنيين بالامر وكذلك المحيط ديالهم وعلى الخصوص الاباء ديالهم. فاليوم بغينا نديروا واحد المقارنه مع كل ما جد في عالم التكنولوجيا وفي الحياه ديالنا اليوميه. اكيد كاين فرق ما بين المراهقه ديال الماضي والمراهقه ديال الحاضر. فعلا اكيد كاين تغيير في هذا المفهوم، هو المفهوم ديال المراهقه في حد ذاته مفهوم اللي هو نسبيا حديث. اكيد كلنا عارفين بانه هذه واحد الفتره طويله كانت المرور من الطفوله الى سن الشباب. صحيح صحيح. يعني ما كنتكلمش على هذا القرن ولا القرن اللي قبل، يعني قرون قبل احنا في التاريخ معروفين الناس اللي هما فتحوا، يعني كان فتوحات، كانت معارك، كانوا ساهموا فيها ناس. نابليون كانوا معاه جنرالات عندهم 16 سنه. فاذا هذه المرحله اللي هي مرحله المراهقه هي نسبيا حديثه. فتكلمنا عده من قبل كنحاولوا نقربوا الناس من هذا المفهوم ديال المراهقه والتغييرات اللي تقدروا يكونوا فيه على المستوى الفيزيولوجي، على المستوى الجسدي، على المستوى النفسي والاجتماعي. اليوم غنحاولوا، لان هذا السؤال كيطرحوه بزاف الاباء، كيفاش حنا ملي كنا في هذا السن ما كناش دايرين هذه المشاكل لوالدينا؟ كيفاش حنا ملي كنا في هذا السن، يعني هذه المقارنه كطرح كل البيوت كطرح نفسها. انا ولدي صغير تنقول في الوقت ديالك انا كنت نشد الطوبيس وحنا باقيين تنخافوا عليه، باقي بالعيون ديالنا باقي دري صغير مثلا. تمام. يعني هذه المقارنه فرضت نفسها ما بين الماضي وما بين الحاضر. فعارفين كثير منا بانه غير سن البلوغ تبدل. صحيح. سن البلوغ كان شحال هذه تقريبا عند الفتيات ما بين 12 سنه 13 سنه، والاولاد دائما واحد سنتين تتكون تقريبا ديال الفرق بيناتهم 14 15 سنه. دابا حاليا اغلبيه البنات كيكون سن البلوغ 10 سنين 11 عام. 9 سنين شفت و9 سنين. فاذا هاد الفتره الزمنيه ديال هاد المرحله العمريه كانت قصيره وخفيفه، فدابا الفتره طوالت ولات تقريبا كما قلتي من سن 9 سنين 10 سنين، فكتمد حتى، وهنا يمكن بعض الناس يتفاجئوا، حتى في بعض الحالات 25 سنه تقدر تبقى للاسف. هو عاده 20 22 سنه بصفه عامه، ولكن تقدر تمد. لا بصفه عامه امتى تتسالي المراهقه؟ يعني جينيرال عموما وما كاينش واحد النقطه ديال شعل وطفي. 18 عام 19 عام فقط. الوالدين كيبقاو يتسناو تيقول امتى يوصل امتى امتى الولد يشد الباك ويمشي في حاله، امتى نتهنى، امتى هادي. ولكن راه هذا السن المراهقه تقدر يطول حتى ما بعد العشرينات، تقدر يتسناو. فاش تهضري على سن المراهقه تتهضري على السلبيات ديالها والتاثير ديالها على المحيط وعلى النفس، على الشخص بنفسه، ولا تتهضري على يعني الاعراض ديالها، ولا تتهضري على فيزيولوجيا وسنيا؟ نقدر نقول كل شيء.
نقدر نقول كل شيء، التغييرات الفيزيولوجية. انت ما تيبش الرجل خير لا انا ما ناخذهاش كسلبيات، انا ناخذها ك يعني مفهوم معين، الا فهمناه ما غنشوفوش سلبيات. هي تغييرات كتكون على مستوى النفسي والفيزيولوجي. الفيزيولوجي حنا عارفين هرمونات معينه، بزاف الوليدات تقدر تشوفوا مثلا حتى 20 عام عاد كيبدا يزيد الطوال واحد شويه، يعني هذا غير جسديا. تقدر يبان لك مثلا اللحيه ديالو كتزيد تولي ديال الراجل حتى كيدير 24 سنه، يعني كيكون ديك اللحيه الخفيفه. والبنيته كتقدر تلقاها مثلا البنت ديال 23 عام كتبان تولي تبان لك مراه، يعني كتولي تبان لك تبدلات واحد التغيير معين. هذا غير التغيير اللي هو باين. التغيير اللي هو اهم من هذا واللي هو اكثر ازعاجا في بعض الحالات عند الوالدين هي التغييرات على المستوى النفسيه. يعني وهنا غنرجعوا لشيئا ما للتعريف على هذه المرحله والمسائل اللي تزعج الوالدين. علاش تزعجهم؟ هنا غنحاولوا نرجعوا لها. كتزعجهم لانهم ما كيكونوش مستعدين لها، لانهم كيفهموها خطا. تقدر يفهمها انه مثلا ملي المراهق او المراهقه تترد عليه الجواب مثلا، او لا كتحاول تقول له لا انا ما نتفقش معك، انا كنشوف انت ما كتعرف والو، انا انت ما كتعرف والو، انا كنشوف بانه هذه الفكره العامه اللي كاينه عندي او فرض الشخصيه، كتبدا تفرض الشخصيه ديالته او ديالتها. بعض الوالدين تقدروا يظنوا بانها راها غادي تتحداه، وحين تفرضت شخصيتها راها او فرض شخصيته راه غادي يحرك منه هو شي حاجه او غادي يزعزع له هو من شخصيته. فهذاك المراهق او المراهقه راه ماشي ضدك، راه بالعكس راه معاك، معاك ماشي معنيتها غير يشبه لك. راه وليداتنا ماشي ديالنا، ديال روسهم، انما حنا هنا باش نرافقوهم في واحد المرحله عمريه من الزمن حتى يكونوا عندهم واحد الاستقلاليه تامه. لانه في جنس الانسان ماشي بحال جنس الحيوان، المرافقه للاستقلاليه كتاخد مده عند الحيوان، مده اطول، لان كاين ضوابط اجتماعيه، ضوابط نفسيه، وهاد الضوابط الاجتماعيه كنظن بان هي اللي دارت هاد التغيير. فالضوابط مثلا اليوم المتطلبات الاجتماعيه اللي كاينه على المراهق ماشي هي متطلبات شحال هذه، خصنا عاود نشوفوا بواحد عين الرحمه والشفقه من هاد المراهقين. راه حلوا عينيهم على شي حوايج راه ما كانوش شحال هذه. الفتنه اللي كاينه اليوم نرجعوا لهذه مثلا السبعينات او الثمانينات، راه حتى التلفازه راه ما كانتش كتشاف، راه يعني الا تشافت راه كتشاف هي سويعه في النهار كله مع ست العشيه. يعني الاثاره اللي كاينه عند مراهق الثمانينات وحتى التسعينات راه ما كاينش كل شيء باش يهيج يعني الاحاسيس ديالهم والتصرفات ديالهم والسلوكيات ديالهم. تماما تماما. فهاد المراهق راه كيعاني، راه المعاناه اليوم عند المراهق راه محطوط هاد المراهق قدام واحد العالم اللي هو كبير بزاف، ويمكن هاد المراهق ما غيستوعبوش. فالوالدين ملي تيشوفوا هذاك المراهق عنده بعض المعاناه اللي ما كيعبرش عليها بشكل معاناه مباشره، تيعبر عليها بطريقه المراهق اللي هي شنو؟ لاغريسيون. فوالا غادي يكون فيه شويه انفعال، غادي يكون فيه شويه العنف بين قوسين، ماشي عنف ما مسموحش به، ولكن كيقدر يبان للوالدين على انه عنف، لانه مثلا خرج من البيت وزدح الباب مثلا، يقول لك ولدي ولا عنيف. هو رده الفعل ديالو انه زدح الباب اللي جا خارج، او مثلا دار واحد الصوت، هز صوته على الوالده ديالو. على انا ما تنقولش بان هذا الشيء مسموح به، ولكن ما ناخذوش بانه ضدي، نصلح السلوك بلا ما ناخذ بان السلوك ضد الوالدين. واخا الدكتور لبنى بوحولي، هذا تيعني باننا حنا كاباء كمحيط ديال هاد المراهقين ما خصناش نبقاو نقارنوا ما بين جيلهم وجيلنا. تماما. هما تيجاوبوا تيقول لهم هذاك جيلكم هذا، لان المعطيات تغيرت اختلفت تماما. المعطيات اختلفت. حنا براسنا يعني في السن ديال الاباء ناضجين، وكتقدر تلقى صعوبه بانك تواكب شي حوايج مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي اللي هما طارحين مشكل كبير عند المراهقين وحتى عند غير المراهقين للاسف. فغير مواقع التواصل بزاف الناس ما عارفينش كيفاش يتفاعلوا معاهم، كيفاش يتعاملوا معاهم. المراهق باقي خضيضر مازال ما عارفش. واخا دكتوره لبنى بوحولي حلتيني دابا، وهنا كنا تنصوبوا الروبورتاج ديال الفقره ديالنا، الفقره اللي كنا هضرنا فيها على الزليج المغربي الاصيل. هنا تكلمنا مع معلميه اللي قالوا لنا دخلوا الميدان
في سن صغير لربما قبل من المراهقه وتحملوا واحد المسؤوليه وكانوا تيخدموا على الوليد على الاباء ديالهم ديالهم في نفس الوقت كانوا تيكونوا ريوسهم يعني واش ما كناش نحملوا المراهقين ديال هذيك الوقيته حمل اكثر منهم انا بحال دابا فاش نسمع بحال هكا تيبقاو فيا تندير وليداتي في عوضهم تنقويلي دابا انا ولدي في هذاك لاج نتصوروا انا راه خدام وتيمشي وتيخرج شفتي هذه النقطه اللي قلتي لي سميره هي نقطه مهمه اللي بزاف الوالدين تيقوموا بها تيديروا هذه المقارنه وتيقولوا لا انا مسكين ولدي ما نحملوش كما قلتي انا كنت كنشط طوبيس في هذا السن ولدي ما غنصيفطوش يشط طوبيس هو شوف فعلا كاين خطوره اجتماعيه معينه مختلفه على الخطوره ديال واحد الزمن هذه متفقين عليها ولكن كنظن بانه بزاف الوالدين تيحاولوا يحميوا وليداتهم اكثر من اللازم فاذا سميره هذاك الوليد اللي قلتي لي كان تعلم الحرفه بكري وكان كينوض بكري وكيمشي كيشتغل ويقدر يبقى فينا هذاك راه كان عنده مثال واحد كيشوفه وكيتيدونتيفيا فيه يعني كيشوف راسه هو فيه يعني كيحلم انه يكون هذاك الشخص اللي هو ديال الصنايعي ديالو او المعلم ديالو يعني عنده الرغبه كافيه وعنده الشجاعه كافيه عنده صيغه متعه عنده شحال من حاجه ليا وفي نفس الوقت عنده حب انه يرضي والديه مثلا بالاضافه لهذا الشيء ويدخل واحد الطريف ديال الخبز كما كنقولوا باش ذاك الوالدين يكون معهم اذا هذه واحد البنيه فكريه ثقافيه اجتماعيه وربما تعطيش شي حاجه اكثر من الطاقه ديال اي واحد اكيد اكيد هاد الوليدات اللي كاينين دابا شكون هو المثال ديالهم وليدات حدا اخرين كثروا الامثله المشكل انه كثروا ما بقاش غير والديا اولا الخال اولا العم اولا ربما هذا هو المشكل ولا كثير هاد يعني حنا في زمن لانه غير مواقع التواصل الاجتماعي غادي نشوف مثلا واحد الشخص اللي هو عنده يمكن ما قراش واحد المستوى يمكن قرا والله اعلم ولكن كيشوفوا بانه كيدخل مزيان وكي هذا موضوع اخر من خلال شي حوايج كيبان ليه بانه قدوه كيقدر يبان ليه قدوه هنا فين خص يكون تدخل الوالدين انه مواقع التواصل الاجتماعي خصنا نكونوا مرافقين وليداتنا فيهم ماشي نطلقوهم هكاك يعني في هذا العالم يعني القدوه ما بقاتش عندنا قدوه ولا مثال اللي يحتدي به الجيل الصاعد كاين ناس بزاف مزيانين ولكن كلشي بزاف ولكن اختلطت المفاهيم وكاين نقطه اخرى للاسف بزاف الوالدين اللي كيحسوا براسهم مغلوبين اما كما قلنا قبيله يعني تيحاولوا يحميوا ولادهم اكثر من القياس اما كيستقلوا من المهمه ديالهم المهمه ديالهم وكيتلقوا داك الوليدات وانا عييت وانا هادشي بزاف عليا انا ضربته ما جابش نتيجه انا غوت عليه ما كيحشمش انا كثرت الحل ونجلسوا مع نفوسنا لا سميره اول شيء انا نعرف بان دوري كام او كاب هو ماشي شي حاجه اللي هي اختياريه صافي انت دخلتي ليه اذا خصك تاخذ مسؤوليتك ملي كناخذ مسؤوليتي كناخذها بعقلنا ماشي كناخذها باندفاع يعني خصني نشتغل على نفسي ماشي اليوم وغدا خصني نشتغل على نفسي باستمرار نحدث من نفسي نشوف شنو هو الجديد في التكنولوجيا نشوف شنو هو الجديد في مواقع التواصل داك الوليد ملي نحط ليه السلطه الابويه او السلطه الوالدين راه ماشي معنيتها حرمته راه السلطه ضروريه لانه يطمئن بالسلطه ماشي كنبعدوا عليا واخا انا اتجه للحظه للامهات اللي قبلتي تبارك الله وليداتكم ما شاء الله شتم بعين الرحمه ما يكونوا وليداتنا كاملين وليداتكم ما شاء الله وصلوا يعني فاتوا المراهقه تقدروا يعني تقتسموا معنا سر من اسرار ديال المراهقه الناجحه والمواكبه الناجحه مع وليداتكم لا ناديه انا شخصيا كنت مرحله المراهقه ديال وليداتي كنت خايفه منها دلابريونسون كنت خايفه وهذا الخوف ديالي انا والزوج ديالي اشنو درنا ترجمتوا لياش ترجمناها بضوابط تربويه شنو اللي خاصك دير اللي مسموح به واللي ما مسموحش به هكذا بدينا والحمد لله وثانيا التواصل المستمر مع وليداتنا كنكونوا غادي للمدرسه كنخليهم يهضروا نعم كنخليهم يعبروا وكنشوفهم فين غادين مع من كيخرجوا الرفقه فين كيمشيو شكون فين كيمشي ما يمكنش نخليه يمشي فين ما بغى مرافق وكنعلمتهم على ضبط الوقت يعني والكلمه يعني اتفقنا غادي يخرج مع هذا الوقت وغيرجع مع هذا الوقت
غادي نحترموا هذا البرنامج التربوي. مبادئ عامه. لنادية قالت واحد الكلمه مهمه اللي لازم نوقف عليها، الخوف. خافت هي والزوج ديالها، ولكن هذا الخوف كان خوف صحي وسليم، لان الخوف خلاهم محفز ومحرك باش يدخلوا في هذا العالم، في هذه المرحله العمريه، وهما مطمئنين. وهما دونك الخير هو ان الخوف يدي بنا الاستقلال من المهام ديالنا، او لا الافراط فيها. الا قدرنا نمشيو بهذا الخوف ونحترموه ونقولوا راه طبيعي، راني غادي نرافق وليداتي، وراه ان شاء الله غادي يوصلوا مزيان، ونثق الثقه في نفسي، في الزوج ديالي. وهنا لو كوبل، العلاقه الزوجيه مهمه، يمكن نرجعوا لها من بعد على سميره. واضح. كوبل مهم، واخا يكونوا كوبل اللي هو منفصل، ماشي حد مزوجين ولا ما مزوجينش، ملي تيكونوا الوليدات تيشوفوا بان الاب والام يد واحده، كيرافقوا على حاجه واحده، ماشي واحد تيشرف واحد تيغرب، وماشي حنا غاديين معاكم باش نصاحبوا معاكم، حنا والديكم. الصحبه هذيك حاجه اخرى، اكيد كيسر ربي، وكتكون واحد المرحله عمريه اللي كدوز بسلام، وكتادي الاستقلاليه داك الطفل. هذا الشيء اللي تنتمناو لكل الاباء والامهات والمراهقين والمراهقات. شكرا لكم دكاتره. غادي نرجعو عندك دكتوره ناديه مزيان متوكل، مباشره من بعد ما نمشيو عند لالا ماريا بن جلون، فقره صحي ولد. وفي صحي ولدي اليوم غادي غنتكلموا على المحقوره. المحقوره اللي تنساوها، المحقوره اللي تندير بها طويجن فقط، ولا تنسطيوها صافي، هادشي تنعرفوا نديروها. ديما نهضروا على اللوبيا الخضراء. اللوبيا الخضراء يعني تنجبرها العام كله، وتتصبر حتى في الكونجيلاتير، وتنقدر نغيروا. الوغ طبعا صحيه فيها الالياف، دونك صحيه النتاع المرض السكري، فيها لي زونتي اوكسيدون، فيها المعادن، فيها لي فيتامين، يعني خضر من الخضر. اللي خصنا اللوبيا دايوغ ما تناكلوهاش خضراء، حيت خضراء فيها واحد الكومبوزون توكسيك، دونك خصنا نطيبوها. ياك انا بعد الخضرا صندوقه خضراء سناكل احسن حاجه. الوغ الناس اللي عندهم الامعاء عيانين بزاف ما يكثروش منها على ود الالياف، ولكن اللوبيا يعني ما كلشي يقدر ياكلها. دونك يا عمره بالالياف، فيها الالياف. رجعيني لهاد التوكسين اللي قلتي فيها، وهي خضراء، حيت كاين اللي تياكلها بريسك خضراء، تقريبا خضراء، ولكن غير كروكونت، غير تكون سميتها لافازين، غير تكون الماء سخون تسخنها تتمشي هذيك. واضح. الوغ طبعا خصنا نقيوها، نغسلوها لها، نحيدوا لها داك الخويط، وكاين يعني نقدروا نحضروا غير داك الطواجن ديالنا الجديد، لا يعلى عليه، هذاك بوحدو. تديري فيه شويه مطيشات الحك، انا تيعجبني ندير فيه مطيشات الحك، والسر ديالها الثومه بالزيت. لا الوغ انا ما تنستعملش بزاف مطيشات الحك، ولكن تنقدروا نديروا هكذا دي طوماتوس وتطيب معاها، تيجي لي تطلق داك اللذه. واضح. الوغ درت اون اونتري ازياتيك باش نبدلو، غير درت كيف تنقول لكم تنغير يما واحد تعرف كيف تيطيبها. الوغ هادي سي اون اونتري ازياتيك، شنو فيها؟ فيها لي نوي. الوغ لي نوي سلقتهم اما ان بويون ديال خضره، ولا ديال لا ديال الحوت، لا ديال الحوت، او الى ما عندناش لو بويون ديال الحوت تنديروا واحد اون سوف دو بواسون، باش نقول لكم لا فينيغريت، حيت هادي مهم اللي فيها لانيمي. دونك لي نوي لوبيا، الوغ لوبيا خضراء كيفاش نطيبوها؟ اما تنطيبوها ونخليوها تغلي، وغير تيعجبني الطياب ديالها تنحيدوها ونديروها في الماء بارد، اما اللي ما عندوش الثلج اش تنعملوا؟ تناخذوا اللوبيا، تناخذوا الكسرونه، شويه ديال الملحه، الماء تيبدا غير يسخن ماشي حتى تيغلى، تلوحوا اللوبيا الغليه الاولى تنحسبوا واحد الدقيقه، تنطفوا وتنغطيوها. ومن بعد تنحيدوها تتبقى داك اللون ديالها خضر بلا ما تيجول. الوغ هذا شنو فيه؟ فيه لي نوي مسلوقين، الوغ اما في ان بويون دو بواسون، اما في الماء، تندير فيه شويه ديال طبعا اللوبيا خضراء هي مسلوقه، تندير معها شويه ديال ازياتيك، تندير شويه النعناع، شويه ديال القزبر، تنخلط هذا الشيء باش نخلطهم اون سوس ازياتيك، فيها اون سوس دو بواسون، وفيها شويه ديال الصوجا، شويه ديال زيت العود. واضح، غتكون جديده بزاف. مي تتخلط مزيان اش تنعمل؟ تنعمل شويه ديال الكاوكاو، شويه ديال الجنجبيل. تتواتى بزاف مع كل ما هو اسيوي. فوالا، ولا كان عندنا اللي عندنا الدجاج، عندنا طرف اللحم، عندنا لي كروفات، ما كاين والو ما ندير والو، درت شويه ديال الدجاج اون لامين، طيب بحال شاورما، طيبته في الفرن وخلطته. دوك هيا اللوبيا خضراء ان بلا كومبلي، في كل شيء، ما يحتاج حتى حاجه اخرى. ما خصها حتى حاجه اخرى. واضح. الوغ اون اوتر حاجه اخرى، الوغ هادو الناس اللي عندهم مشكل ديال الجلوتين، اللي ما عندهم حتى مشكل الجلوتين، هذا حتى الناس اللي عندهم مرض السكري، اللي عندهم المشكل ديال الحرقه، اللي عندهم يقدروا ياكلوها. خديت دي بات كومبليت دي فيزيلي، سلقتهم
طبيعي عاديين ولا صوص ديالو شنو درت؟ درت دبس الرمان تزيد العود الملح والابزار سيرتو خاصك شي نهار ديرنا دبس الرمان درتو دابا نعاودو لكم درتي ولكن خاصك تعاودي لينا حاجه واحده اخرى خاصك ديري لنا تكلمنا على مطيشات الحك ما كرهناش تعطينا شي وصفات اللي على بلاص غنعمل هادي وغنعمل انا لي بويون كوب هادوك غادي نديروهم خلاص السيمانه الجايه ان شاء الله لي بويون اللي تنخليو ماشي في الكونجيلاتور كاين داك لي بويون اللي تنخليو في لي باكا غلاسون لا انت غادي لنا لي بويون بحال هذوك اللي تيتباعوا تنديروهم ممتاز الوغ دونك هادي باش مخلطه بشويه ديال الحبق موزاريلا ومتيت الوغ شويه دجاج ولا الكروفيت ولا اللحم حتى هي بحال حال سي لا ميم شوز دونك دو زونتري كومبليت دونك هادي الشهيره الطبسيل هكذا يكفاش ثلاثه حتى اربعه الناس ممتاز الوغ واكيد لذيذ مع لي صوص اللمسه ديالك ما شاء الله عليك الوغ ديما لا ريكوفير بصوص الوغ كيف قلتي تنعملوا سوتي حنا دائما تنديروا سوتي مع اللحم انا درته مع الحوت افيك اون سول الوغ هذا درته سوتي ودرت شويه ديال لو بويون جوستومون شويه ديال البويون ديال الحوت ديتو جبت فيه شويه ديال اللوبيا باش يعطينا داك لو كو ديال الحوت ودرت اون سول اللي عندنا في الحوت اون سول طيبه في الفران فرشتها شويه ديال الكرا مطيشه دهنتها بشويه زيت ودرتها في الفران ها هي سي تان بلا يعني كامل غير ما كاينش السكريات البطيئه درت شويه ديال العدس العدس تيرافق شويه يعني فكرتي في كل شيء باش يكون طبق متكامل انا لا لا ماريا بغيت ناخذ الراي ديالك بحال دابا انا هكا اللوبيا فاش تنبغي نشحرها نسوطيها تنسوطيها مع الثومه بزايد بزاف د المعدنوس لو بويون ومليحه وبزار صافي تجي من الد ما ياكل وباش تجي عاوتاني لذيذه الثومه ما تخليهاش تحرق ولكن تحمر مزيان تعطي داك هذاك الثومه انا تجيني تسوتي اللوبيا بزاف دائما الثومه هي تو سكي سوتي مع الثومه ومع المعدنوس تجي هائل دونك هذا ان اوتر بلا ان ري ما كونتوني مع ان ريجون ها هو دونك في شويه ديال الخضر كلها هذا غادي تذوقيها سميره وتنعمل معاه اما اللحم اما فيلي دو فيون تذوق شويه وقولي لو كو هذا ما فيش نهائيا اللي دام لا مصوب بلافوكا ديتو جبت لافوكا مع البصله اللوبيا راه حاضره بسم الله اللوبيا الفلفله الجزر اللي عندنا ما فيش نهائيا في الزعفران الحر صافي الملحه والابزار زعفر الحر ما فيش نهائيا طبعا البصله ديتها وجبتها مع لافوكا داك لافوكا يكون طايب تحمرت البصله ودرت درت الروز الوغ الخضره كلها خضراء حتى اللوبيا درتها خضراء وتنغطي الروز غير باش يتغطى بالماء الوغ اي بويو عندنا ولا الماء ونخليها حتى تيطيب هذا وجلي هذا نحلف عليه بانه ما يمكنش ما يكونش فيه الزيت ما فيش نهائيا زيت بزاف ولكن الريحه والمذاق ديال الفلفله ثلاثه ايام زيت العود هذه صوتي بشويه ديال زيت العود شوف ان فيلي نورمال الروعه روعه روعه الو هذا حتى هو شتي تناكل اللوبيا علاش حيت اللوبيا رخيصه وتنجبرها العام كله وبعض المرات تنشريوه وتبقى لنا شويه ما تنجبرو ما نديروه باش في عطوه نخليوه يتلاح حتى نديرو به اون بريباراسيون تعليك هذا اللي في الروج ديال لافوكا شنو تعليك اللي في الروج ديال لافوكا ولكن ما درتش الماء بزاف طرت بالقياس ديال الماء باش تجي واقفه باش تجي واقفه تجي واقفه ولكن زعفران بصحه زعفران الحر هذا دي بروشيت ولكن باش ما بغينا نديروها بغينا نخليوها هكذا ناكلو هكذا اللي ما تاكلوش نعطيك الصحه نعطيك الصحه انا جي هذا كنت بغيتك تذوقهم الوغ حاجه اخرى ام تي توست نساو لي توست شطنا شويه ديال اللوبيا باش ناكلوا اللوبيا الخضراء للناس الكبار ولا الدراري ولا هذا ام تي توست ها هو مونغ هذاك بان كومبلي ودرت فوق منه زيت العود ملي شويتو درت فوق منه شويه زيت العود درت دو فروماج بلون شويه ديال الزعتر فوق منه اللوبيا غير بزيت العود دو لا مونغ وشويه ديال اللوز مهربش سا دون كروستيون سي تري بون وتناكلو عرفتي هاد الاسوسياسيون ما طيحش على البال نهائيا تتشيت لنا بحال دابا اللوبيا حنا درنا الفروماج حنا درنا هاد التويج النشاط في العشيه ولا كوتي ولا العشاء لا اللي ضايع سي سوفيزون ما يعطيكش ما تقولش اللوبيا فشي حاجه حلوه لا ولا هذا كيك سالي كيك سالي ولكن انا لي كيك سالي عادي اللوبيا هذا غادي نحلو انا باش نشوف كيفاش داير بعدا خلي لي القليل بغينا نديرو الحوت بغينا نديرو الحوت نديرو الطون نديرو اللي بغينا فيها شويه الجلبانه واللوبيا سي تو شويه ديال البيض موزاريلا
فروماج موزاريلا ومصاوب مصاوب كيك سالي. دونك هذاك نقدروا ناكلوه في العشاء مع كمتيت سالاد، ولا الدراري يقدروا ياخذوه يديوه معهم المدرسه تاكلوا الخضر تاكلوا اليوم ما تحسوش بها. الوغ الزيت ديال هذا هي القراح، شحال من مره تنقدروا في فاطمه نديروا الزيت ديروا، ولكن تنعاود نقول سميره الواحد الا دار فيه ديال الزيت ولا شويه ديال الزبده ولا شويه ديال السكر ولا شويه ديال العسل في لي بريباراسيون ماشي مشكل، ساعه ساعه اون بو اون بو. الهلا يحرمنا من هذوك الجديدات. مرحبا مرحبا. الهلا يخطيك. مرحبا. انا ما تنعيطلهاش لالا ماريا، تنعيطلها لالا خيتي. مرحبا. طلع نبي عليها وعلى الافكار ديالك وعلى عرفتي فاش تيتجمع العلم مع لا باسيون مع العشق ديال الطبخ. ما كاين ما يتكاتعش تعطي نتائج رائعه جدا، ماشي بوحدي اللي تنشهد بها، الطاقم ديال صباحيه الدوزام كله تيدوخ من هذه الماكولات وتيقو بنا. سي تري تري بون غير تبعوا هذا الشيء ديالها. تبارك الله عليك لاله ماريا بنجلون. بقاو معنا مشاهدينا، مروا لحظه للفقره المواليه، فقره امومه مع الدكتوره ناديه مزيان متوكل. خليكم سلامتكم. سي تري 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 بون والله العظيم الا سي تري بون. ما تعرفش كيفاش واش كيما تنقولوا بالمغربيه يدها الجديده، يدها الجديده والافكار ديالها بوحديتها ما شاء الله عليها. سهل ممتنع. سهل ممتنع تماما. شوف اللوبيا خرجت من هذا الشيء كامل. عقلتوا النهار اللي دارت لنا الطبلات ديال السردين، قلت لها راه وليداتنا ما تياكلوش لي سردين دايو، خاصها تعاودها لينا. ودارت لنا طبله كامله ديال لي سردين ودفاتو بطريقه صحيه ومن ألد ما يكون ما شاء الله عليها. وفي مجال الاختصاص ديالك دكتوره واللي هو امراض النساء والتوليد، كنتي تكلمتي لي وحنا تنقروا اننا نتكلموا على هذا الموضوع، قلتي لي بان بزاف السيدات ولاو تيجيو عندك العياده وتيقول لك نو سولمون راه غادي نحمل، بغيت نحمل ولكن بغيت نحمل بدري ولا بنت. شنو دار في بال هاد الناس بان ممكن نختاروا الجنس ديال المولود ديالنا؟ في بالهم ان كل شيء ممكن، كل شيء ولا ممكن. وخاصنا نعرفوا ان ماشي كل شيء ممكن. علاش؟ كاينين في مهنه الطب كاينين ضوابط وكاين اخلاقيات المهنه اللي خصنا نحترموها كاطباء. وباش نوصلوا للموضوع غادي نعرف غير الجنس ديال الجنين كيفاش كيتصاوب، كيفاش كيتحدد، كيفاش كيتحدد تيقرر فيه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. البويضه ديال السيده شنو كتعطينا؟ كتعطينا لو ماتيريال جينيتيك، يعني واحد العدد ديال الكروموزومات اللي هما شحال. الانسان العادي 46 كروموزوم، المراه عندها 46 كروموزوم، وحيت المراه عندها اكس اكس اللي كنسميوه لو غونوزوم. الزوج عنده 46 كروموزوم اي غونوزوم اكس ايغريك. البويضه ديال السيده شنو عندها؟ كتقسم على جوج كتعطينا 23 كروموزوم ومعاه اكس 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 اكس. دونك كاينين البويضات كلهم فيهم 23 كروموزوم واكس. الزوج شنو غيعطينا؟ غيعطينا الحيوانات المنويه اللي فيها 23 كروموزوم، وكاينه الحيوانات المنويه اللي فيها اكس، وكاينه الحيوانات المنويه اللي فيها ايغريك. دونك اثناء تخصيب البويضه اللي غير للتذكير فين غيكون؟ غيكون هنا في القرن، يعني المبيض غادي يطلق البويضه، الحيوانات المنويه غادي تطلع من المهبل الرحيم غتوصل حتى للمنطقه الخارجيه ديال القرن، وهنا كيتم تخصيب البويضه. يعني الا طلقت البويضه ديال المراه 23 اكس مع الحيوان المنوي 23 اكس غادي يكون عندنا جنين بنيته. إلا طلقت البويضة 23 إكس مع 23 إيكغيك ديال الزوج ديالها غادي يعطينا جنين وليد. دونك الإنسان حنا تنعرفوا بأن هذيك العملية ديال الملاقية ما بين الحيوان المنوي والبويضة تتم بطريقة من عند الله ربانية من عند الله. دونك الإنسان بالطموح، الإنسان كيكون عنده متمنيات، الإنسان كيطلب يحمل، وملي كيحمل وكيوليو عنده وليدات في الدار كيبدا كيتشرط، كيبدا كيتمنى. بون هي مساله
تقدر تكون مقبولة إنسانيا. اللي عنده الولد غادي يبغي البنت، واللي عنده البنت غادي يبغي الولد، ما علينا. واخا انا هنا غادي نحبسك وغادي نسولك على واحد الحاجه. دائما نقف في اطار العلمي وتنعرفوا بان مشيئه الله تفوق كل شيء، الحمد لله ونعم بالله، والله كما تنقول في العاميه المغربيه الله يعطينا غير كمال الخليقه، هذه الاولى. ثاني حاجه حنا تنعرفوا في عمليه تخصيب خارج الرحم تنعرفوا بان تنختاروا الحيوان المنوي وتنختاروا البويضه، دونك واش في هذه العمليه ما تنقدروش نختاروا اللي فيها اكس ولا ايغريك؟ هذه غادي نتكلم عليها من بعد، ما غادي نطولش حيت هذا موضوع فيه بزاف ديال المسائل. غادي يعني لحد الان تتقولي بان هذه علميا غير صحيحه هذه المعلومه ديال اختيار. كاينه كيفاش كاينه؟ غير هاد الوسائل الطبيه مؤطره من ناحيه ليتيك ميديكال، اخلاقيه الطب كتاثر هاد الممارسات. علاش؟ والا غنطيحوا بالفرنسيه كنسميوه لوجينيزم، يعني غادي نبداو نختاروا اشنو بغينا في وليداتنا، وبالتالي يقدر يكون المجتمع كل ولاد ولا مجتمع ما يبقاش هذاك التوازن اللي خلقه سيدي ربي من عنده. والبلدان اللي عندهم سياده كيختاروا اشنو باغي المجتمعات ديالهم، وهذه المساله في المغرب البلد الحبيب مساله مرفوضه نهائيا، مرفوضه. دونك في الثقافه الشعبيه من شحال هادي الناس كيتمناو كيقولوا اشنو بغيت. دونك كاينين شي حوايج كيداولهم الناس في المنازل ديالهم، ولكن كيجيو عند الطبيب علاش باغين 100%. دونك شنو في الثقافه الشعبيه كيدور بين الناس وفي الانترنت وكلشي، تكلمنا على الامباكت ديال الانترنت، الناس راه يسون كونيكتي، دونك داكشي اللي كيقراو كيجيبوا عند الطبيب. دونك كاينه الوسائل التقليديه اللي كيداولوها الناس شحال هادي. علاش هاد الوسائل داروا عليهم دراسات، بما على الاسف ما كانتش دراسات علميا مضبوطه. مثلا كيقول لك الحيوانات المنويه اكس ثقيله، يعني لي سبيرماتوزويد اكس ثقيله، دونك ما غاديش تطلع دغيا. يعني الا كانت علاقه زوجيه قبل من مرحله الاباضه غادي تعطينا بنت، والا كانت علاقه زوجيه مع الاباضه غتعطينا ولد. هل هناك اساس من الصحه؟ لا، الدراسات اللي داروا في هذه النقطه دراسات غير مضبوطه علميا، يعني غير كتبقى هضره وزايده. ثانيا بزاف ديال الناس غادي يتكلموا على الريجيم ديال الولد والريجيم ديال البنت، هذا المالح والحلو. هذا الريجيم حتى هو داروا عليه دراسات مي غير مضبوطه، يعني علميا ما عندهاش واحد لا فورس، ما عندهاش واحد الثقل اللي نقولوا فعلا هذه كاينه. هاد المساله ديال التغذيه علاش كتخدم؟ ولكن كتخدم غير شي حاجه قليله، كتخدم على لو بي اش فاجينال، ولكن حنا كنعرفوا نسبه الحموضات ديال المهبل. حنا كنعرفوا ان المهبل عنده واحد نسبه الحموضه مضبوطه فيزيولوجيا خاصها تكون، يعني واخا ناكلوا شي مواد اللي راه كاينه في الانترنيت خدينا هاد الماده الحموضه غتنقص، هذه لا اساس لها من الصحه. حيت تداول مؤخرا بان حيت كانوا تيقولوا الرجل هو اللي تيحدد، يعني حيوان منوي هو اللي تيحدد واش المولود غادي يكون بنت ولا ولد، على اساس ان الحيوان المنوي هو اللي حامل اكس ولا الايغريك اللي غادي تخصبوا به البويضه. قالوا بان هذا الحيوان المنوي تقدر تاثر فيه الحموضه ديال المهبل، وبالتالي المرأة عندها دور في اختيار ولا في توجيه الجنس ديال المولود. راه فعلا هذه المساله راه هي اللي كاينه، ولكن كما قلتي الا خديناها من الناحيه العلميه الدراسات اللي داروا ما اكدوش هذه المساله، ما اكدوهاش نهائيا. ولكن دابا باقي ما فهمتش معك دكتوره، انت تقول لي علميا ما كاينش دراسات اللي تثبتوا، وفي نفس الوقت تقول لي كاينه هذه القضيه. دابا اللي بغيت نعرف واش ممكن نختاروا الجنس علميا ماشي اخلاقيا ماشي دينيا، واش ممكن علميا نختاروا الجنس ديال المولود؟ ممكن 100%. يعني قدروا فاش تقولي بحال هكا غادي يقول اخلاقيا ما يمكنش ودينيا ما يمكنش، والسياده ديال المغرب ما تسمحش بهذه القضيه، دونك غنمشي لبلاد واحده اخرى غنديرها. كاين اللي كيديرها، بلدان اللي سامحه بهذه التقنيات والناس كيمشيو لعندهم. وكيفاش يديروا؟
انا نقول لك كيفاش كيديروا. كتكون عمليه ديال اطفال انابيب، يعني السيده والزوج ديالها غيدخلوا في واحد البرنامج ديال اطفال انابيب اللي فيها برنامج، فيها حقن، فيها المبيضين غيصاوبوا لنا واحد العدد ديال البويضات. لا طبيعيا ما يمكنش. هذه اللي بغيت نعرف. الله يجازيك بخير. التقنيه ديال الاطفال الانابيب هي باش كيبداو الازواج. دونك هذا هو السؤال الثاني اللي كنت طرحت عليك. دونك ملي كيوجدوا البويضات يعني التقنيه اللي كنعرفوا كيتخادوا من المبيضين في المختبر، وكل بويضه غادي تلقح بحيوانات منويه اللي سنختاروهم، اللي نقدروا نختاروهم. هنا ثاني فيها جوج ديال 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 المحاور. نفرضوا اطفال الانابيب الكلاسيكيه بلا اختيار الحيوانات المنويه. النهار الاول لقحنا البويضه بحيوانات بحيوان منوي. دونك النهار الاول صافي تصوب، بدا كيتكون الجنين. المضغه. النهار الاول، النهار الثاني، النهار الثالث، النهار الرابع، النهار الخامس. النهار الخامس اشنو كيكون عند الجنين؟ كتكون عنده واحد الشكل معين، يعني كاين كنسميوه لو بوتون امبريونير، يعني هذا الجنين ديال خمس ايام فيه لو بوتون امبريونير، يعني الجزء ديال الخلايا اللي غيعطيونا جنين، وكاين الغشه ديال الجنين اللي غيعطينا المشيمه وغيعطينا لي مومبران امنيوتيك، داك الغشه اللي كيكون داخل ديال الحمل. دونك طبيا اشنو كيدار؟ كيتخادوا خلايا من داك الغشاء ديال الجنين، ماشي الخلايا اللي غتعطينا الجنين، الغشاء. وهذيك الخلايا وحده ولا جوج كيتكلف بهم لومبريولوجيست، وكيعرف الكروموزومات اللي كاينين في هذاك الجنين. واش جنين أنت 46XX أو لا جنين ذكر 46XY. الأزواج اللي كيطلبوا هذه التقنية بغات بنت، غادي يزرعوا البنت الجنين أنثى في الداخل ديال الرحم. بغات ولد غادي يزرعوا الجنين ذكر داخل الرحم. وهنا كاينين جوج ديال المعلومات نبغي نقولهم. كاين هاد اختيار الجنس، وهي هاد التقنيه علاش دارت في الاول؟ دارت على الامراض المتوارثه من ناحيه الجينات. كنعرفوا ان كاينه امراض اللي كتعطينا وليد متوارثه اللي غتعطينا اطفال معاقين اعاقه كبيره بزاف، بحال ميوباتي دو دوشين. بحال ميوباتي دو دوشين عند الدراري اكثر من البنات. ديك الساعه الاجنة السليمه دونك كيتقلب لو جين ديال هذاك المرض في هذوك الاجنه. وهادشي مزيان. هادشي مزيان، هادشي متعارف عليه دوليا. لان ربي ما عطاك وليد ولا بنيه الا لحكمه ما يعلمها وحده. فعلا. دونك هنا فين دخلت الاخلاقيات. نعم. ودخلت القوانين اللي تتاثر بها الحال. وهنا فين الطبيب خاصو يبقى حكيم. حكيم يعني والعمل ديالو مؤطر اخلاقيات المهنه، والا لي ديغاباج. وحنا متفقين بان كاينين دي كوبل اللي تيتعماو، اللي تتولي عندهم هذيك القضيه ديال بغيت ولد ولا بنت، تتولي ان بوت في الحياه ديالهم. كاينين وقادرين على اي شيء. كل شيء تيولي هوس. هوس تيولي هوس. هنا تيولي من الاختصاص تلقى المراه والده اربعه خمسه ودايره عمليات جراحيه باش تولدهم وصحتها لا تتحمل، وهذه حالات حنا كنعرفوهم. والزوج ديالك يقول لها والو غادي نديك على برا باش نديروا اختيار الجنين، وهذه للاسف كاينين باش نختاروا هذاك الجنين الذكر، حتى انا ما يمكنليش نبقى بلا ذكر. باقي هذا الشيء. باقي. شنو تقدر تنصحوهم؟ لا من على المستوى الطبي المحض ولا على المستوى النفسي. اول حاجه واخر حاجه وهي صحه الانسان، يعني يكون في صحه جيده والناس يكونوا عندهم الوليدات في المنزل، يعني باش ندخلوا في هذه التقنيه. كما تنقولوا كما الخليقه راها هديه ما تعرفها غير اللي محروم منها. فالحمد لله ونامنوا بالحكمه ديال الله في اختيار المواليد ديالنا. نصيحتك دكتوره دولة. الحياه فيها بزاف الامور اللي خصنا نشتغلوا على اننا نتقبلوها، والتقبل ماشي معنيته استسلام. التقبل هو انني نبحث على متعة وعلى إيجابية في الوضع اللي أنا فيه. ممتاز. شكرا دكتورة على كل هالتوضيحات ديالكم وعلى الأخلاقيات اللي تتمر من خلال صباحيات دوزام واللي تتحتوا عليها بقوة.
قوه جدا. فاللحظه غادي نقترحوا على المشاهدين حصه رياضيه مع الكوتش ياسين. كوتش ياسين اللي تيقترح علينا تقويه العضلات ومحاربه الترهلات بدون يعني ماتيريال لي معين وخاص، اولا لا كوتش ياسين؟ بيان سور سميره، وهذا الموضوع مهم بزاف لان بزاف ديال الناس كيديروا سميره لو سبور ولا تيبغيو يديروا الغونفورسمون اللي هي تقويه العضلات، ولكن المشكل ملي تيجيو يشوفوا تيلقاو هذيك النتيجه اللي باغيين يحصلوا عليها سيختو مثلا على مستوى الفخذين ولا الذراعين، كاين هذاك الترهلات تيقول لك راه تندير الكارديو تمشي تندير الحركات ولكن ما كنشوفش النتيجه. المشكله فين كاينه سميره؟ هو في الطريقه كيفاش كدير هذيك لا سيونس ديالك ولا الطريقه النوعيه ديال البروغرام اللي كدير، لان اغلبيه ديال الناس وغادي يكونوا متفقين معايا ان كيمشيو يديروا لو سبور تيدخلوا تيديروا الجرى، تدير موفمون ديال سكوات، تدير موفمون ديال لي بغا، تدير موفمون ديال الكرش، تسالي تقول انا راه خدمت مزيان نورمالمون. ولا تيهمو في الاخر وصافي. لا. ولا زدنا شي سكوات شي سميتها هذيك اللي تنديروها. لي سكوات ولا لي فونت ولا 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 كيناج. كيناج اكزاكتومون تنقولوا راه درنا لا سيونس. لا. ملي تنبغيو نخدموا واحد المنطقة اللي عندنا فيها لا سيلوليت خصنا نديروا سيونس كلها. خاصة بهذيك البلاصة، لأن هذيك العضلة محتاجة بزاف ديال لي ريبيتيسيون، ومحتاجة ديما كنهضر عليها سميرة، هي واحد لا تكنيك، واحد السعة اللي خصني نهبط بها واللي خصني نطلع بها وكيفاش، لأن كاين الناس اللي كيديروا مثلا تيهبط بحال هكا وكيسحب لي راه تيدير غونفورسمون، راه ماشي غونفورسمون هذا بحال اللي فيقتي العضلة ديالك، غونفورسمون من نوع آخر. وواحد الحاجة بغيت يفهموها سميرة مهمة بزاف، كل ما كنخدم العضلات ديالي كل ما العضلات ديالي كيحتاجوا الطاقة بزاف، وهذيك الطاقة اللي كيحتاجوها ملي كيستهلك العضلة ديالي كتستهلك هذيك الطاقة، منين كتاخذ لي هذيك الطاقة كتاخذها لي من هذيك الدهون اللي عندي زايدة. دونك الناس خصهم يعرفوا بلي لأنهم منين يخدموا العضلات ديالهم راه المجهود اللي كيديروا بالعضلات ديالهم راه واحد الطاقة اللي كتحتاجها الجسم ديالك وكياخذها لك من لاكغاس. أنا نشرح لكم كيفاش تقدروا تخدموا الغونفورسمون ديالكم، ما نطولش عليكم بزاف ولكن نوريكم الطريقة اللي هي سهلة، لأن بزاف ديال الناس ما كيعرفوش كيفاش. فاش غنبغي ندير لو سكوات اللي هو تيخدم لي العضلات ديال الفخذين ديالي، بيان سور تندير واحد 10 ولا 15 مره باش تنفيق العضلات ديالي تنسخن، ولكن ملي تنبغي نخدم لي موسكل ديالي تندير بيان سور واحد 3 حتى 4 ديال لي سيغي. ولكن شنو اللي خصني ندير؟ كنهبط في بلاصتي هنايا، نحاول نحل ركابيا، نخلي الظهر ديالي مستقيم، ونصبر واحد 15 ثانيه، 5 4 3 ونطلع بشويه. الطريقة هذه كتخليني انني نزير العضلات ديال الفخذين ديالي، وكل سيونس كنحس بلي لي موسكل ديالي خدموا بزاف. سافي ديغ الا درت بالزربه ما كنخدمش العضلات، نهبط بشويه نزير العضله ديال الكرش، نزير العضله ديال لي كويس، الا بقيت غير واحد 5 ولا 6 ديال الثواني شنو اللي تيوقع؟ تنحس بهاد البلاصه كتزير، كنحس بلا كونتراكسيون موسكولير. خصني نصبر شويه، شنو اللي تيوقع؟ لو موسكل كيعرف مزيان كيفهم الا اليوم درت 5 الثواني ارتحت شويه هو تيبدا يوجد راسو. شنو كدير انت مع عقلك؟ كتقول غادي ندير 10 ثواني، تتهبط لو موسكل ديالك كيبدا يوجد لينيرجي ديالو ل 10 ثواني، يبدا يزير يزير يزير، كترتاح. كنعاودو نديروها، وكاينين الناس اللي مشاو مزيان اللي كيديروا غونفورسمون كيبقاو حتى دقيقه ديال المكانه. انت تقول دقيقه ديال المكانه صعيبه، ولكن هي الجسم ديالك ولا العضلات ديال الفخذين كيعودوا راسهم على هذاك المجهود. هنايا كتبدا تصحح العضلات ديالك، وتا هذاك الترهلات اللي لا سيلوليت اللي كنهضروا عليها كتبدا تنقص بواحد الشكل كبير. باغ اكزومبل الا جينا نخدموا العضله ديال لي فونت، نهبط لتحت نخلي الدار ديالي مستقيم، مثلا الا مثلا هبطت على اليمين ديالي شوف نخلي الدار ديالي مستقيم، الا هبطت الا درت بحال هكا واحد جوج، لان كاينين بزاف ديال الناس كيهبط تيقلب لو طالون ديالو الجنو ديالو ما كيهبطش مزيان، هنايا ما غادي تحس بتا شي كونتراكسيون. اول حاجه خصك تهبط توقف الدار ديالك، الضغط خصو يكون على هاد العضلات ديال الورائيه ديال الفخذين ديالي، نزير راسي نحاول نصبر واحد شويه ونطلع. اللي بغيت نشرح لكم هو انه ملي تكون خدام راه امبوسيبل نخدم العضلات ديالي وانا تنشوف شي بلاصه اولا عقلي في شي حاجه اخرى، العضله ديالك كتبغي منك انك يكون بيناتكم واحد التناسق بين لا كونسونتراسيون ديال لو موفمون ولي فور اللي كدير. بحال دابا تلقاو بعض المرات تتشوفوا فيديو واحد داير كاسك في ودنو تيخدم تيهبط 2 3 4 كيبدا يتسنط على داك لا كونتراكسيون، لان لا كونتراكسيون دابا مزيانه ولكن نفوت واحد 8 ثواني تبدا تزير هذاك لا كونتراكسيون، خصني نصبر معاها نبدا نحس بلو موسكل ديالي كيتزير، هو بدا الضغط كيطلع هو بدا الضغط كيطلع بدا الضغط كيطلع كيطلع كنرتاح شويه مزيان. ملي كنحس براسي ارتحت شنو اللي تندير؟
باش نحيدوا الترهلات بصفه نهائيا، وهو غلط الا درت اليوم 10 ثواني وغدا ندير 10 ثواني. ديما لوبجيكتيف ديالي خصو يكون 15 ثانيه. البارح درت 10، اليوم غادي ندير 15. غادي نصبر 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 وتيقوا بها، ما تخلعوا ما والو. المسكل كيعرف هادشي، هذا العضله كتعرف هادشي. علاش كتبدا تقول انا واليوم درت 15 وعاتي؟ هذه واحد السيمانه كنت كنديرها 5 ثواني وكنعيا، والجسم ديالك كيبدا يتعود. ولهذا فاش نبغي نخدم لغونفورسمون ديال لي جومب، نحاول نخصص الحصه ديالي كلها ديال لي جومب. ومنين سالي وعافاكم، ما تشاركوش ليا الكارديو مع لغونفورسمون. نجري فيلو، نطلع نهبط، وفي الاخر نمشي ندير لغونفورسمون، كنتسنى من راسي انه هذه العضله ديالك راه الا عطيتيها واحد المجهود في الكارديو كتسالى. ما يمكنش تعاود دير ليها الكارديو وتعاود دير لها لغونفورسمون، امبوسيبل يمشيو لك الترهلات. باش ندير حي الترهلات، كنجي كندخل لا سيونس ديالي، كنقول بسم الله، كنبدا كنسخن العضلات ديالي وكنبدا ديريكت في الغونفورسمون ديالي، حتى كنسالي الحصه. يمكن لي ندير واحد شويه ديال لا مارش باش نرخي لي موسكل ديالي، ومنين نجي ندير الكارديو ندير الكارديو ديالي بوحدي. باغ اكزومبل الا مثلا اسمح لي ليشوفمون في الموقع ديالو هنايا بلا ايشوفمون ديال هذيك، قلت ليشوفمون ضروري خصو يداروا ليشوفمون، هو اللي كنسميوه حنا لو ريفي موسكولير. بحال دابا مثلا انا الا هبطت سكوات في بلاصتي هذا راه ساهمني ليشوفمون، واضح؟ لان ما هزيت لا ثقل لا والو، غير انا شنو باش طلعت لانتونسيتي سميره هو بلوكيت. صح، مي بلوكيت شنو اللي وقع؟ هذاك الثقل ديال لو كور ديالي بقى حابس واحد 5 ولا 10 ولا 30 ثانيه ولا 40 ثانيه، هنايا لا كونتراكسيون بدات كتكبر. واضح. العكس انني غدا غادي نجي غادي نقول مثلا انا عندي ترهلات في الذراعين ديالي، عندي ترهلات في الظهر، غادي ننسى الجسم ديالي من الاسفل وغادي نخدم الجسم ديالي من الفوق. هنايا نقدر مثلا ناخذ لي زالتير، بيان سور كنعرفوا مثلا هذه الحركه لي زالتير ولا قرعه ديال الماء فيها مثلا كيلو كيلو ولا اي حاجه، غادي نخدمها مثلا. اي واحد تيجي يخدم تيجي يخدم بحال هكا كيدير 8 9 10 11، ثقوا بيا بلي هذه الحركه اللي كندير هذا كنأكتيفي لو مسكل. أكتيفي لو مسكل هو بحال اللي كنقولوا لو مسكل بونجور تنفيقوا، بما كنخدموش باش تعرفوا الفرق بين هادي وهادي. ملي كنبغي نخدم الموسكل ديالي كنوقف، كنوقف لا بوستور ديالي، نتكونسونطرا مزيان، نشوف واحد البلاصه ديريكت، نهز، نصبر واحد شويه. ملي كنوقف هنايا شنو كيوقع؟ لو موسكل ديالي كيبدا يتكونتراكتا. الا تكونتراكتا سافي دير لو موسكل بدا كيدخل في هذاك لو ترافاي اللي بغينا حنايا، وبدا كيجمع راسو. كنوقف واحد شويه وكنصبر. عاود الا دفعت لقدام كنوقف شويه، نزير كل شيء، نصبر واحد 8 ثواني عاود نرجع. نفس العمليه كتنطبق على لي زابدو، كتنطبق على الكتاف، كتنطبق على الذراعين، كتنطبق على الفخذين، على الارداف. غير ملي نبغي نخدم نخدم بواحد الثقاله، وديما نحبس واحد 5 10 ديال الثواني، وفي الاخر ديما ملي نبغي مثلا ندير الحركات كاملين ديالي نصبر واحد شويه ونشوف العضله ديالي شحال كتبقى شاده. لان هذه العضله ديالي ملي كتبدل هذا المجهود، ملي كتسالي، هادشي اللي بغيت نشرح لكم وسميره، هذه القضيه مهمه بزاف. ملي كنسالي لا سيونس العضله ديالي كتعب، واش كترتاح؟ شنو خصها؟ خصها بزاف ديال 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 المجهود، خصها بزاف ديال لا ريكوبيراسيون، خصها بزاف ديال الاكسجين. العضله باش كترتاح راسها من العيا ديال لا سيونس خصها واحد الطاقه، ديك الطاقه منين كتاخذها؟ هي اللي تمشي تاخذها من الخزان ديالنا. اكزاكتومون. ولهذا من بعد لا سيونس ديالي الجسم ديالي باقي كيحرق في لاكغيس اللي عندي زايده في الجسم ديالي. ما نمشيش ناكل شي طاجين هذيك الساعه ولا شي قصعه الكسكس. لا هادشي طلع. على اي تنشكرك بزاف كوتش ياسين، واللي فهمت معاك هي ان في التاني السر، كل شيء خاصو يدار بالمهل، يعني كل شيء بالمهل. exactly. ماشي بسرعه، دائما بالمهل، ماشي بسرعه. كل ما كونتراكتيت لو موسكل ديالي وحتى الحاجه اللي خاصنا نديرو فتيله خفيفه على الماكله ولا يعني باش ناخذوا نتيجه انجع خاصنا نصبروا اكثر. واحد الحاجه اللي كنت شرحتها سميره اللي هي مهمه، شحال خصنا نديروا ديال الوقت في هاد لا سيونس؟ نص ساعه قلتي ما نفوتوهاش. ما نفوتش نص ساعه ديال الماكله، 35 دقيقه. لان سميره علاش؟ لان العضله ديالك الا سولتيها وكانت كتهضر الا فتي ليها نص ساعه كتعيا، ولا عيات ما كتبقاش تعطيك هذاك الشيء اللي هي اللي انت كتنتظر منها. كتعطيها نص ساعه وخليها ترتاح. الا حسيتي براسك مزيان عاودها من دابا يومين. ولكن لا سيونس هي نيت ساعه ديال المكانه. هنايا شنو كدير؟ كتولي كدير الهدم العضلي. العضله ديالك كتهدم بلاصه ما كتنميها، كتولي كتهدمها، لان هي كاباسيتي ديالها والمجهود ديالها ما كيفوتش 30 دقيقه.
وكتخوى. نشكرك بزاف كوتش ياسين. نتلاقاو الاسبوع المقبل دائما صباحيه الدوزام. اللحظه تنقترح عليكم تعرفوا على واحد التقنيه جديده في اطار فقره الصحه العامه. هذه التقنيه اللي تنعالجوا بها تقطع وتر الكتف. غادي نتعرفوا عليها رفقه البروفيسور الاندلسي في هذا الروبورتاج اللي نشاهد. Alors, c'est le patient qui a la rupture de la coiffe du rotateur. Exactement. Et avec qui on avait discuté une réparation par tunnel transosseux, c'est ça? Oui, exactement. Juste vérifier les images. Oui, effectivement. التمزق ديال الاوتار كيقدر يوقع في جوج حالات عند المريض في سن اقل من 50 عام. غالبا تتكون تمزق نتيجة للرياضة مثلا فو موفمون سقوط او ضربة في الكتف واللي هي قليلة في الحقيقة ما كنشوفوش بزاف التمزق لان الانسان تيكون باقي صغير يكون مازال الوتر ديالو قوي والتمزقات اللي كنشوفو حنا بزاف هما التمزقات اللي فوق 50 سنة عند الناس اللي هذاك الوتر اللي في الكتف ديالو بدا تيضعف ومع الوقت ومع البروده اللي كتولي في الكتف كيولي داك الوتر كيفقد داك القوه ديالو وكيتمزق. الوغ شنو هي الطريقه اللي اليوم بغينا نهضروا عليها اللي هي الان حديثه واللي كتخلينا نخيطوا داك الوتر ديال الكتف بدون استعمال لي زونكر او المعدات الطبيه اللي كتبقى في الجسم ديال المريض. الوغ هاد الطريقه كتستدعي واحد لاباري اللي كيتسمى لو فيزور اللي كيخلينا نصوبوا خنادق في العظم ديال الكتف يعني دي تونيل اوسو باش اترافير دوك الخنادق غادي ندوزوا الخيط اللي غادي يمشي يجيب العصبه يخيط العصبه ويتم ارجاع الوتر على العظم بدون استعمال لي زونكر ولا المعدات الطبيه اللي كتبقى في المريض. الوغ هذاك الخيط بيان سور مهم حيت ما يمكنلكش تستعمل خيط عادي. سي واحد الخيط اللي هو خاص كيتسمى الفايبر واير بالانجليزيه. هذاك الخيط يكون فيه واحد الماده حديديه من الداخل باش كتكون واحد لا ريزيستونس واحد القوه باش ما يتقطعش مع الوقت ويبقى شاد العصبه لو طون ديال لا سيكاتريزاسيون. دونك هاد الطريقه دابا هادي فينالمون كتخلينا نرجعوا هذاك الوتر الممزق الى العظم اللي كان فيه ودون مانيير اناتوميك يعني كيرجع لبلاصتو ماشي حداها ولا مديكاليا ولا شي حاجه وسورتو اهم حاجه كنقدروا نديروا هذاك العمليه بلا ما يبقى ماتيريال حديد ولا اونكر اون بيك ولا بيو ريزوربابل ولا اي حاجه في الجسم ديال المريض. ومن بعد الروبورتاج غادي نمشيو نختموا حلقة اليوم مع حنة اليد. حنة اليد اليوم رجالية محضة من مدينة تروادنت أو تروادنت ياك مع السيد هشام موحى. سي هشام مرحبا بك نورتينا في بلاتو صباحية الدوزام. بارك الله فيك مدام سميرة شكرا على الاستضافة. قلت لي ماشي تروادنت تروادنت شي 100 كيلومتر على تروادنت. أساكي جماعة أساكي. أساكي اللي معنيتها اللي معنيتها هي أسيتاكيت هي هز وهرب. هز وهرب هزيتي الثوم وجيتي هبتي عينيك. مرحبا بك نورتينا. اول مره وانا تنتكلم معك بالكواليس تنعرف بان كاين مهرجان الثوم. تماما مهرجان ديال الثومه. مهرجان ديال الثومه كندازو فيه دو زيديسيون تقريبا اللي كانوا دازو فيه. الهدف ديالو هو التشجيع والتثمين ديال المنتوج الثومه اللي كتسخر به المنطقه عندنا. وانت قبل من هذا المهرجان فكرتي في تعاونيه. تماما اول تعاونيه تاسست في المغرب في السلسله ديال الثومه سنه 2016. ما شاء الله عليك التعاونيه اسم ديالها إيغران اللي معنيتها هما لي شون ولا الحقول. الحقول واش كاينين الحقول ديال التومك عندكم في أساكي؟ كاينين عندنا ما يقارب من 300 هكتار ديال المساحات المزروعه. المساحات المزروعه ديال التومه مختصين في التومه. المنطقه كلها غير تومه ولا كاين حوايج؟ كاينين منتوجات اخرى كاين الاركان كاين اللوز ولكن بحال قلتي لي حتى الزعفران. حتى الزعفران في تاليوين بينه وبين تاليوين 10 كيلومتر.
ما بعدش بزاف على تاليوين دونك جينا في على الطريق نيت يعني قبل من تاليوين والمنطقه كما قلت لك معروفه بمنتوجات محليه اخرى من غير الثومه ولكن الثومه هي المنتوج الاول في المنطقه وهي المصدر الاول ديالها وريحه الثومه تتكسر في بلاطو صباحيه الدوزام ولكن هذيك الريحه الزوينه هذه الثومه بلديه ياك تماما عندنا شنو تفرق ما بين الثومه البلديه والروميه في المنطقه صراحه عندنا ثلاثه الانواع ديال الثومه كاينه الثومه البلديه وكاينه الثومه الحمراء وكاينه الثومه اللي كنسميو عليها حنايا البركانيه هي فيولي بنفسجيه اللون الوغ انا بالنسبه ليا الثومه الحمراء هي البلديه ماشي لا لا هذا واحد الغلط اللي هو شائع عندنا في, 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 في المغرب حيت اصلا الاستهلاك ديال المغاربه ديال الثومه ديالنا حنايا كمغاربه مرتفع بزاف ولكن ما يقارب 90% ديالو مستورد ماشي ديال البلاد مستورد نعطيك كمعلومه دابا حنايا في المنطقه عندنا يعني الثومه البلديه ولا الاصناف الاخرى في هذا الوقيته دابا ديال البرد ما غاديش تلقاي الثومه كركوبه حتى هي منتوج موسمي يعني طبيعيه ما غنلقاوهاش ما غاديش تلقايها دابا داكشي علاش جات الفكره انه كنحولوها دونك الثومه اللي كاينه دابا في السوق مستورده منين كاين لاشين كاين لافرونس وكاين ليجيبت والاسبان الثومه المغربيه كي دايره الثومه البلديه الفرق ديالها مع الثومات الاخرى هي كتكون كركوبه صغيره وتيكون فيها رؤوس كثار رقاق ما تيكونش هذوك الغلاط ما تيكونوش هذوك الغلاط تيكونوا رقاق وكثار على عكس الثومه الحمراء والاخرى تيكونوا فيها الراس الريوس غلاط وتيكونوا محسوبين تيكونوا ست تتكون بيضاء ولا تتكون بيضاء كامله بيضاء دونك هذيك البيضه اللي تلقاوها في السوق بعد خطرات تتكون مغربيه وتتكون مجهده بطبيعه الحال بحال هذه الريحه هذه حنا دابا عندنا حتى واحد الميزه درنا واحد التجربه ديال انه جبنا هذه المستورده وجبناها حمراء وفلحناها في الارض عندنا ورجعت بيضاء سبحان الله خدات يعني الكليما ولا خدات لي كاركتيرستيك ولا المميزات ديال الارض ديالنا تماما سبحان الله تماماً. سبحان الله ولكن شنو تتفضل من ثوم طبيعي شنو المفضله عندك واللي الثومه البلديه ياك ما كاين ما خير منها ما كاين ما احسن منها حيت خدمنا بهم بثلاثه باش نصايبوا منهم هذه المنتوجات ديالنا دائما كنلقاو هذيك البلديه هي ديما مجهده على حتى في لي كاركتيرستيك درنا ديزاناليز لقيناها في لا فالور نيوتريسيوني ديالها هي سبحان الله اعلى واخا اكيد درتي واحد الدراسه واحد البحث حتى على يعني الاطباق اللي تنستعملوا فيها الثومه والثومه البلديه لقيتيها احسن حتى في الاطباق في المذاق ديالها تماما يعني. دابا اجي قول لي شنو هو الفرق ما بين الثومه الطبيعيه اللي استهلكناها طبيعيه اولا مسحوق ديال الثوم بحال هكا شنو هما المميزات ديال كل وحده فيها وشكون اللي خيار صراحه من خلال التجربه ديالنا كما قلت لك يعني الدراسه اللي درنا الاناليز اللي درنا يعني ما كاينش شي فرق كبير تقريبا نقدر نقول لك واحد 2% حتى 5% ديال الفرق اللي كاين بين فقط هو اللي كاين في القيمه الغذائيه ديال هذا المنتوج هنا كما قلت لك يعني الثومه البلديه حنايا كتكون عندنا في الموسم ولا في السوق فقط من شهر 5 الى كثرت حتى شهر 10 دونك في وقيته البرد اللي كطلع فيها لا كونسوماسيون ديال الثومه عندنا حنا في المغرب ما كايناش دونك هنا جات الفكره ديال ان نحولوها لدي سو برودوي باش هكا نوفروها في السوق على طول الموسم الله يعطيك الصحه دونك المنتوجات ديالكم حاضر في الاسواق المغربيه كامله تماما كاين التصدير مازال شاركنا في معارض دوليه ولكن مازال فين مشيتوا مثلا مشينا لفرنسا معرض ديال سناب ومشينا لبرلين تبارك الاقبال كيف كان التجاوب ديالهم مع المنتوجات المغربيه خصوصا انكم برعتوا في التثمين ديال هذا المنتوج هذا لان مثلا درتوا الثومه بالهريسه تماما هذه غتكون في البيتزا ولا في ليبات ولا في الحوت تكون ممتازه هي على ذكر انها مزيانه هي من بين احسن المنتوجات اللي كتخرج عندنا في ريحتها ممتازه كيشكروا على الناس بزاف صراحه عرفتي فيها واحد النكهه رائعه اين الفلفله تستعمل هنايا باش دير الهريسه فلفله حاره لا 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 المغرب الزناتيه حتى المنطقه عندنا فيها عندكم فلفله حاره ديالكم هاك فلفله حاره داكوغ وطبعا تنتجوا البودره ديال الثوم اللي قلنا ما كاينش اختلاف كثير بينها وبين الطبيعيه 5% على الاكثر في القيمه الغذائيه تماما طبعا الطبيعيه تبقى احسن الطبيعيه كتبقى احسن طبعا غير هو بغيت نشيل لواحد المرحله مجهده هذا هو الفرق كاين دابا الفرق حيت دابا في السوق كاين حتى دابا المستورده ولات كثيره رخيصه مستورده بودر دونك هنايا نصيحه للمشاهدين هو انه راه تتبان غير من الريحه فقط من الريحه مجهده هي ديالنا دائما واخا وكاينه مهرمشه شنو الفرق
تهيم جدا. ولكن فيها واحد نكهه زوينه قريبه شويه البصله معسله ولا ما عرفتش تماما ريحتها لو دوغري ديال الشارج ديالهم مختلف. القيمه الغذائيه ما بين هذه وهذه القيمه الغذائيه حتى هما بحال بحال بجوج واخا ليش تصلح هذه وليش تصلح هذه بالنسبه للفرق تمام. بالنسبه للبودر هي صراحه كتذوب في الماكله يعني كنديروها بحال الكمون بحال العطريه يعني نقدروا نعوضوا بها الثومه اللي تنديروا في الطاجين ديالنا تمام. نعم ممكن تعوض بها فين ما تدار الثومه طبيعيه نقدروا نديروا الثومه بودر غديري هذه بالنسبه للهاشي كاين اللي تيبغي يذوقها في الماكله دونك كتبقى هي حبيبات ما كتذوبش الكروكون فوالا غير واخا بحال دابا الضريس ديال الثومه شحال تيساوي في البودره لان البودره غتكون مركزه دونك واش نستعملوا منها كثير ولا غير قليل يكفي قليل نعطيك مثال دابا 65 غرام قرعه ديال 65 غرام اللي هي هذه صغيره صغيره هي تقريبا هذه كتهز ما يقارب من 190 غرام ديال الثومه مكركبه هذه 190 غرام من الثومه البلديه اكثر من نص رابعه اكثر من نص رابعه واو ديال الثوم ما يقارب من الثومه راه تتوزن زعما راه تكون كركوبات نيت كيكونوا كركوبات غير كما قلت لك البلديه كتكون دائما صغيره كتكون دائما صغيره كتكون كثيره كتكون كثيره كيكون واحد 10 حتى 12 على حسب الحجم دونك هنا راس معلقه راه يكفي الطاجين نعم راس معلقه يكفي الطاجين وهذه فاش تستعملوها اكثر هذه بزاف كتستعمل في ليزيمان سيف مع الدجاج بزاف الحوت فاش كنديروا الحوت يعني فاش كديرها حتى كتبان حتى من الشكل ديالها كتعطي دائما الطبق ديال السمك كتعطي ذاك المنظر ديال انه تيبانوا هذوك الحبيبات اللي تيكونوا كروكو وغتكون لذيذه الا تخلطات مع الشرموله المغربيه مثلا ولا ممتاز جوستمون على ذكر الشرموله المغربيه حنا ولا بدا طريقه تقليديه تندقوا الثومه مع القزبر ومع الملحه واش هنا ما نحتاجوش شيء هنا ما نحتاجيش يعني حتى كاع تقادي كاع هذا ديالك كتزيديها من الفوق يعني كتكون كافيه حتى سهله حتى في الاستعمال انا هزيت باش نعرف الجراماج ديال هذه القريعه هذه وقيت فيها اي وصفران ثوم بالزعفران دونك مشيتي لتالي وين حدانا قديت الزعفران من التعاونيات اللي فين نقدر ندير الثومه بالزعفران كتستعمل شنو ضفت عليها يعني الميزه صراحه ولا الفكره هو انه كاينين الناس اللي ما تيقدروش يشريو الزعفران بوحدو دونك الفكره ديال انه مجموع مع الثومه في برودوي واحد الزعفران تيبقى غالي تيبقى غالي وماشي في متناول الجميع خديتو شويه منه ودخلته في مع وما كاينش في كاع البلايص وتتخرج النكهه ديالو واخا الثومه مجهده واخا الثومه مجهده كتكون كيكون حتى هو مجهد قول لي حتى هو مجهد صلع النبي عليك دونك درتو الثومه بالزعفران الثومه بالهريسه الثومه مسحوق والثومه مهرمشه شنو هما المشاريع الجايه ديالكم بالنسبه للمشاريع الجايه ديالنا باقي عندنا واحد لاكام حتى هي ديال الثومه ولكن ما غاديش تكون ناشفه بات معجون واحد لاكام اللي هي فيها غير المعجنات ديال الثومه اسيزونيه بدوتخو برودوي لي زيرب مثلا الاعشاب لي زيرب الاعشاب زيت البلديه الخل يعني واحد جوستومون تنشوفوا بزاف ديال التعاونيات تيديروا الثومه مع الشريحه مع زيت العود هذيك الدواء المغربي المعروف واش فكرتوا انتم في هذه الخلطات من بين المنتوجات اللي عندنا كاين هذا ديال تقريبا واحد لاكام ديال ستاد لي برودوي ديال ستاد المنتوجات اللي غادي تكون فيهم هذه بالشريحه غادي تكون فيهم بالخال غادي تكون فيهم بالزيت البلديه ما شاء الله ما شاء الله عليك واخا عرفني بالتعاونيه ديالك شحال نتوما فيها وشنو هو التكوين الاكاديمي ديالك وشنو اللي جعلك تفكر في التعاونيه الو بالنسبه للتعاونيه كما قلت لك تاسست تقريبا بدينا التاسيس ديالها سنه 2015 وتصادفنا مع التغيير ديال القانون ديال التعاونيات في ديك المرحله دونك التاسيس الفعلي ما تم حتى 2016 تأسست من طرف خمسة الفلاحة دابا ولينا 11 فلاح اللي فيهم شباب ونساء وفلاحين دونك الفكرة ديال أنه من مورا الدراسة ديالي كنت كنفكر وكان عندي ميول بزاف للرياضة ديال الأعمال يعني ما كنتش كنفكر أنه نمشي يخدم عند الناس دونك بقيت كنقول شنو ممكن أنه يدار من طبيعة الحال مع العائلة ديالي بيان سور كدير حتى هي الفلاحة ديال الثومة قلت الزعفران كاين الارغان كاين التعاونيات دونك بدينا البحث هذا ما اسميه انا بالذكاء الاستراتيجي يعني درستي فين خاصك تمشي فين كاين الخصائص وشنو يمكن لك تقدم مع يعني الرغبات ديالك الشخصيه المهنيه دونك حاولنا انه نوظفوا صراحه هذه المهارات ديالنا وفي نفس الوقت نبقاو في المنطقه ديالنا يعني ما نهاجروش للمدينه لانه عندنا واحد لاتاشمون شويه المنطقه ديالنا شويه دونك جات لي فكره باين لاتاشمون الزين ديال كريستيان حيك عليه ما شاء الله عليك الله يعطيك الخير واخا
واش هاد التعاونيه يعني عندها مداخل اللي تترضيكم انتوما؟ صراحه بالنسبه للطموح ديالنا اكيد مازال ما وصلناش لذاك الشيء اللي بغينا، دائما متعطشين، ولكن الحمد لله حاليا نقدروا نقولوا انه وصلنا واحد الاستقرار مالي اللي قدرت التعاونيه كتخلص لي شارج ديالها، دابا كتخلص الفلاحه ديالها. دونك دابا ارسي ديجا بوكو سي ديجا في الاول ومن بعد ان شاء الله الربح شوف تيجي هذاك الشيء تيجي مع الوقت واكيد ان شاء الله. كاينه في الاسواق النموذجيه، كاينه في الاسواق النموذجيه، في الاسواق الكبرى كلهم كاينه فيهم ما شاء الله. وحاليا غادي نشوفوا لي سوبرات الصغار وتصدر. بغينا المنتوج المغربي يكون على برا، الله يجازيك بخير ان شاء الله. نتمنى تنعولوا عليك السي هشام موحى، وتنشكرك بزاف على تحمل عناء السفر من اساكيك اساكي النواحي ديال تارودان. تحيه لهاد الناس هادو الحرار اللي ما تبارك الله عليهم وعندهم كل مميزات الرجال المغاربه القح. فشكرا لك على يعني على تلبيه الدعوه الصباحيه. شكرا شكرا لكم، نتمنى لك التوفيق بزاف وتجينا بمنتوجات اخرى ان شاء الله باش نتمنوا نعطيو القيمه اللي تتسهل لكل هاد المنتوجات المجليه المغربيه الحره. وبالنسبه لينا حنا كمستهلكين ما عندناش نبقاو نشريو هذاك الشيء ديال البراني، راه ما كاين ما احسن من الموسمي ومن ديال الارض ديالنا حنايا، اولا لا طبيعه الحال مدام. شكرا لك شكرا سي هشام. مشاهدينا هكذا تتسالي حلقه اليوم، غدا غادي نتلاقاو معكم وغادي نتكلموا على المساطر المرجعيه في القانون المغربي. الاستاذه خديجه روكاني غادي تشرح لنا شنو هي المساطر المرجعيه وفاش شنو هي المساطر المرجعيه في فقره الحق والقانون. فقره بيئتنا الدكتور فؤاد الزهراني غادي نتكلموا معاه على تاثير الجفاف على كاين شي زيتون عندكم في تارودان في الجويه؟ كاين زيتون تاثر بالجفاف بطبيعه الحال للاسف. غادي نشوفوا مدى الخسائر ومدى التاثير ديال الجفاف على الزيتون، مع العلم ان شجره الزيتون كاين بزاف فيها الليبور، ولكن مع ذلك عام على عام تاثرت الشجره ديال الزيتون. فقره قفطان صباحيه دوزام ليلى حدي وعرضنا على المصممه ملك الفلالي وعرض ازياء. شوف ما خاصكمش تفلتوا لان عرض ازياء جد مميز. الكل والمزيد دائما صباحيه دوزام، نهاركم مبروك والى اللقاء.